السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم البرامج اللي بتعمل 4D هنلاقي عندنا سينكرو، وهو متميز جدا وفي منه 3 أنواع: سينكرو فيلد وسينكرو كنترول وسينكرو 4D. فأنت بتبدأ تشوف أنهي الأنسب ليك. طيب بعد كده هتلاقي فيكو أوفيس تايم، ده برضو من البرامج القوية جدا، وهنلاقي البرنامج الألماني ITWO، ده من البرامج برضو اللي بتعمل 4D بشكل رائع. وعندنا برنامج النفس ووركس، ده برضو في عندي هنا هنلاقي النفس ووركس مانجر، وهنلاقي عندنا السيموليت، وهتلاقي عندك الفريدم، وعندنا برضو بيكسل مانجر، ده برضو من البرامج القوية جدا في موضوع 4D. وعندنا برنامج برضو فيوزر، ده من البرامج الرائعة برضو في ال 4D. احنا في بيم اريبيا شرحنا السينكرو وشرحنا النفس ووركس وشرحنا الفيوزر، والبرنامج ده هنشرحه قريب، هو برنامج سهل ولذيذ بإذن الله. كل ده على قناة بيم اريبيا فري.